صبروا صبر أيوب وقبضوا على حلمهم يوما بعد يوم، واقتطعوا من أقواتهم فلسا تلو فلس، عاضين على الأمل بالنواجذ. 20 عاما لم ييأسوا ولن ييأسوا بإذن الله، تعرفونهم بكل تأكيد، العالم كله أصبح يعرفهم ويعرف كفاحهم. إنهم المغاربة وحلم تنظيم كأس العالم والذي سيحققونه يوما قريبا بإذن الله. النهاردة كان التصويت على من ينظم كأس العالم 2026، وبعد كفاح نقف له احتراما فازت المغرب ب65 صوت مقابل 134 صوت لملف أمريكا الشمالية. أمريكا والمكسيك وكندا هينظموا كأس العالم 2026. شكرا من القلب ال65 دولة أمنوا بالحلم العربي المغربي. شكرا لكل الأصوات العربية التي صوتت للمغاربة المكافحين. شكرا لفلسطين الحرة. شكرا لليبيا الجريحة واليمن المكلوم الذين أكدوا أن الشرف والنخوة يبقيان رغم الألم والعذابات. شكرا لقطر وعمان ليس بغريب على الرجال. شكرا تركيا، فالمبادئ لا تتجزأ ووحدة الدين أقوى من أي شيء. شكرا بلدي مصر، لأول مرة تقف في خندق الحق، لأول مرة تقف مع قطر وتركيا في خندق واحد منذ الانقلاب. شكرا تونس الخضراء التي التزمت بخط عروبتها وأخلصت له. شكرا للسودان الحبيبة وسوريا الذبيحة وموريتانيا المخلصة. شكرا لجيبوتي والصومال وجزر القمر. طالما ظلمناكم وأنتم أكثر إيمانا بالدين والعروبة والوحدة من كثيرين. شكرا ألف شكر للجزائر بلد الشهداء. شكرا ألف شكر للجزائر بلد الشهداء والأبطال، والتي تعلم الأمة عربية كانت أم مسلمة، تعلمها اليوم درسا رائعا في كيف يسمو الرجال على أي خلافات. شكرا لكل من زرع فينا أملا أن غدا أفضل ينتظرنا، وأن وحدة ستضمنا يوما قريبا مهما أرجف المرجفون. ويا أسفي على عرب باعوا بثمن بخس، وأسفاه على حلف السعودية والإمارات والذي يواصل الطعنات تلو الطعنات على جسد أمة مسخن أصلا بالجراح. السعودية والإمارات والكويت والبحرين ولبنان والعراق والأردن صوتوا ضد أشقائهم وأبناء جلدتهم. كلام ترامب اللي قاله نفذ، الجزية اللي نفذت مش هيجي الكلام. قدمت الولايات المتحدة عرضا قويا، لماذا يجب علينا الاستمرار بدعم هذه الدول؟ سيكون من العار أن تقف الدول التي ندعمها ضدنا بينما هي لا تدعمنا. التهديد كان واضح، الجزية نفذت مش هينفذ القرار والتويتة. العراق قرارهم مغتصب أمريكيا أفهم، والأردن دفعت للتصويت من ضمن ما ستدفع نتيجة لقمة مكة، افتكروا كلامي. والكويت والبحرين ولبنان يقادون سعوديا إماراتيا. المغاربة غاضبون ولهم كل الحق، مصدومون ولا نلومهم، حانقون ونحن نطأطئ الرأس منهم خجلا مما يفعله العيال. غربة جاهزين كما يلزم للمونديال؟ الحمد لله احنا جاهزين. لا لا شجعوا المنتخب التونسي والمصري، السعوديه لا ما نشجعوهاش. خذلتنا السعوديه اليوم هما كانوا ضد ديالنا، احنا غنشجعوا روسيا ان شاء الله، بغينا نربح روسيا. هذا اكيد اننا غادي نشجعوا روسيا. انت غتشجع روسيا بطبيعه الحال. كلشي غتيقول روسيا، واحد السعوديه ما صوتاتش علينا اخي. البعض أكد أن المغرب تدفع ثمن موقفها في الأزمة الخارجية، وتهكم آخرون كمدا وحزنا وقهرا بأن المغرب لو استبدلت النجمة الخماسية بنجمة سداسية لتغير الحال كثيرا. وأسفاه، الغضب مما يفعله المتصهينون العرب بلغ مداه. تونس أيضا كانت غاضبة النهاردة من حاجة تانية، من محاولة الانقلاب الإماراتية الفاشلة، فخرجت مظاهرات. قول فيها عرشان، قول فيها الشرفاء، قول فيها الأحراف، لا الجيش ولا العمل، لا يحبوها ثورة عملية، بل الشعب سيحبيها، ضبوا مش يحبوها الشرفاء.
الشوام اللي نلعبوا من الجيد. يا إماراتي يا شباب ثورة تونس لا تهان. 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 إماراتي يا شباب. لكن يبقى ألا تقع الشعوب في بحر الفتنة. أستحلف بالله المغاربة والتوانسة بل والعرب أجمعين ألا يقعوا في بحر الفتنة. النظام السعودي غير الشعب السعودي، النظام الإماراتي ليس هو الشعب الإماراتي. نحن إخوة وأشقاء أمس واليوم وسنبقى هكذا غدا بإذن الله. لا تبتلعوا الطعم، أحلفكم برب هذا الشهر الكريم والذي يغادرنا سريعا. لا تكرروا مرارات الأمس، كل ما يحدث خير. فقد عرف المغاربة والتوانسة بل عرفنا جميعا من معنا ومن علينا. ولا شيء بعد القدس صار يصدمنا. عند القدس أو أخواتها تتساقط كل القضايا. فقط للمتصهينين العرب امشوا الهوينا في كسرنا، فلعل شيئا يبقى في دواخلنا. ستنظم المغرب كأس العالم رغم أنف من خان بإذن ربك. فقد كتبت الإجابة لمن أدمن الطرق، والمغاربة يملكون أجمل وأقوى مطرقة. دمتم جميعا بخير. الله غالب.